أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. أعزائنا المشاهدين، أربعة ملفات مختلفة نستعرضها وإياكم الآن. هي أخبار تداولها ناشطون عراقيون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل أن نذهب إلى تفاصيلها نأخذكم إلى عناوينها، والبداية ستكون من جانب الرصافة من بغداد التي تدخل أزمة المياه الملوثة فيها شهر الثاني مع استمرار معاناة المواطنين في مدن أخرى. ثم نذهب وإياكم إلى الواقع الأمني المترهل، حيث السطو المسلح يستهدف مناطق عدة منها حي أور في بغداد وقضاء المناذرة بمحافظة النجف. ثم نذهب إلى واقع التعليم المأساوي، هذه المرة إلى بابل التي تعاني مدارسها الإهمال والتلكؤ الحكومي في إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات والمتطلبات اللازمة. أما الختام فسيكون مع أحلام الأطفال في العراق الذين يستقبلون العام الجديد وسط حالة من الفقر الشديد في ظل الإهمال الحكومي المستمر لملفات مجتمعية مهمة ومتعددة على رأسها البطالة. أهلا بكم من جديد. البداية مع أخبار أزمة المياه الملوثة بجانب الرصافة من بغداد والتي دخلت شهرها الثاني. ما شاء الله اليوم الدولة توزع حليب وكاكاو. الآن إلى استمرار معاناة المواطنين من الماء الملوث الواصل إلى مدينة الصدر. الآن إلى ما رصدته كاميرا المراقبة وتداوله ناشطون عراقيون، البداية مع سطو مسلح على سيارة في منطقة حي أور في بغداد، نتابع. سلام عليكم. لو جوا سيارتي ماشي الباطني محفظتي ظلت بيده. الآن نذهب إياكم إلى سطو آخر، سطو مسلح ولكن هذه المرة في قضاء المناذرة بمحافظة النجف. مشاهدينا، الشباب العراقي عبر مختلف التواصل الاجتماعي أرجع مثل هذه المشاهد وهذه الأحداث إلى غياب الاهتمام الأمني من قبل الحكومة الحالية. نذهب إلى سطو مسلح آخر وقع في البصرة تحديدا في وضح النهار، واللصوص نجحوا بالاستيلاء على 900 مليون دينار عراقي.
وننتقل بكم الآن من الإهمال الأمني السادة المشاهدين إلى الإهمال في قطاع التعليم. البداية مع مدارس قضاء القاسم في محافظة بابل والتي تعاني الإهمال والتلكؤ من قبل الأجهزة الحكومية المختصة في إنجاز المشاريع التي لا تزال عالقة. المشهد المأساوي في مدينة القاسم المقدسة اللي هي بناء المدارس ذات الصب الكونكريتي التي أحيلت عام 2012 ولحد الآن احنا بسنة 2019 لم يتم تنفيذ هذه المدارس وإكمال عمليات البناء والإنجاز. مثل ما تشوفون نحن الآن متواجدين في هذه المدرسة وخلفي هذه المدرسة الثانية، لا تبعد عنها سوى بضع الأمتار. نطالب المسؤولين بفتح ملفات هذه المدارس، مدارس ذات الصب الجاهزة التي أحيلت من وزارة التربية العراقية عام 2012 والتي تقدر كلفتها بـ1,600,000,000 دينار. نطالب بفتح تحقيق عاجل من قبل نواب محافظة بابل والشرفاء لإنهاء أزمة التعليم في مدينة. الآن ننتقل من هذه إلى أخرى، حيث مدرسة في منطقة البهادرية بالبصرة لم يكتمل بناؤها منذ 5 سنوات. يا السلام عليكم، هاي المدرسة صار تقريبا من 5 إلى 6 سنوات بالبهادرية. ها شوف اشعلاتها، رسالة إلى مدير التربية والمسؤولين المعنيين. ايش صاير لها هاي المدرسة؟ بعدها يريد لها شغل قليل، وهنا الدوام 3 دوامات و4 دوامات، وهاي المدرسة هاي جديدة، ساحة بيها مرتبة حلوة، حمامات، هاي صفوف هذن هنا، بس راد لها شغل قليل، 3 دوامات و4 هنا بالبهادري. هاي حالها المدرسة. ومن واقع التعليم المرير في العراق إلى واقع أطفال العراق. في عام 2019 أمنيات الأطفال تقتصر على طرق معبدة ومدارس جديدة. السلام عليكم أخواننا الأعزاء المسؤولين، إحنا بمحافظة البصرة حالياً بشارع القائد يسمونه سابقاً. شوفوا هذا واقع الحال هنا. خلي يسولفون هنا الأطفال والشباب. سمت راح اسيد بعد سمت بعد شو سوى؟ شوف الحالة بالعباس، حتى دمرنا امراض ماكو سوى فينا. ذاك اليوم طفل اخوي وقع هنا بالخيس. سما اسمي سولف عمو انت. سولف الوضع هنا شلون عايش؟ يعني تروح للمدرسة يا بايسك اليوم دراجة، ذاك اليوم رحت من هنا طحت بالخيس. يعني حتى شوف النفايات، خلي يشوف النفايات. هاي هاي باح انا بايسكل رحت من عراقية، جيت من هنا بس عبرت من هنا هذيك الطاسه انقلبت قبل طحت هنا. شو تطالبون المسؤولين انتو؟ بس يبلطونا، بس يبلطونا. شو تطالبون من المسؤولين من رئيس وزراء حكومة المحلية؟ يبلطونا والله يخليهم ان شاء الله حتى مع الرهوانيه. ناشط عراقي صور مقطعا لطفل صغير وبعدما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل وصفه الشباب العراقي الذي يتداول مواقع التواصل بأنه نتيجة للفساد. بسبب الفساد طفل وأخته يتناوبان للأسف في العراق طبعا على ارتداء حذاء واحد. نتابع. سين تعالي جاي ابو علي، انت اليوم تقول لي اريد منك، شو تريد مني؟ اريد منك ملابس مال المدرسه الجديده. ما عندك؟ شلون جاي تروح للمدرسه؟ شلون؟ سولف لي على وضعك. تحل من هنا فتاه. شلون شلون؟ تاخذ الحذاء تكون حلنا. لا اله الا الله. يعني هسه هذا الحذاء تداومون بيه اثنينكم. تحل اختك تنزعه تروح هذا. لا تطلع على الحكومه الفاسده. هسه انت شو تريد منه؟ جهزك كامل؟ الدلة راح اجهزك انت وخواتك. شو تقول؟ اكو ناس شافوا وضعك، نزلت الصوره مالتك ذاك اليوم فودوا الفلوس الك. خوش، بس بالرغم ما انه الفلوس الك خواتك انا هم راح اجهزن عليه. ماشي، واي واحد يريد يشارك
أهلا وسهلا. وصلنا الآن إلى فقرة آراءكم، وفيها أكثر من 75 مصابا بسبب الألعاب النارية والمفرقعات ورصاص الحي سجلتها وزارة الصحة في الحكومة الحالية. قبل أن نذهب إلى التعليقات نتابع وإياكم هذا المقطع المصور. السلام عليكم. طبعا صار طلق حي، يعني ليش؟ الله لا يوفق كل من يرمي. اسمع اسمع، ها طلق حي والله العظيم، هاي كل سنة طبعا. هسه انت ليش ترمي طلق حي؟ ما يصير هيك. الله لا يوفق كل من يرمي طلق حي. لم يكتفوا بالمفرقعات فقط، وإنما كانوا يطلقون الأعيرة النارية في الهواء. كثير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أرجأ هذه الأفعال سواء كانت فردية أو من قبل ميليشيات لغياب الوازع والاهتمام الأمني من قبل الحكومة الحالية. الآن نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبها أصحابها، والبداية ستكون مع رمز الوفاء. يكتب: لو عدنا دولة وقانون كالسابق، المفروض يعتقل كل من يرمي رمي عشوائي ورصاص حي. يتحدث هذا الشاب عن موضوع استقبال السنة الجديدة بالعراق بالأعيرة النارية، وكيف أن غياب القانون وغياب المحاسبة جعل الكثيرين يتمادون بمثل هذه الأفعال. إلى منشور آخر نذهب وإياكم، وكتبه قاسم: في بلدنا فوضى والسلطة بيد عدة جهات، وكل من كيف ولا توجد عقوبات رادعة. قاسم أيضا يشارك صاحب المنشور السابق ذات الفكرة أن من أمن العقاب أساء الأدب. هذا اختصار ما يحدث. نذهب إلى منشور آخر. في المنشور الثالث ياسر إبراهيم الهندوي يكتب: العدوين القرار قبل فترة ليطلق عيارات نارية يطب السجن، مع الأسف قراراتنا محدودة فقط. ياسر يريد أن يقول بشكل أو بآخر إن القوانين لا تسري إلا على الضعفاء، على البسطاء، على العاديين من الناس. أما الميليشيات، من بيدهم الأسلحة، من يرهبون المواطنين في النهار والليل، فلا توجد حكومة للأسف تواجههم أو تخضعهم إلى المحاسبة والعقاب. إلى تعليق آخر، وهذا المنشور لقاسم. يقول قاسم: هل تعلمون كم أطلقت من الألعاب النارية في الليلة الماضية في العراق؟ كم سعرها بالمليارات؟ لماذا هذا التبذير؟ ولماذا لم تعطى للفقراء اللي مالين البلد؟ قاسم هنا يتحدث عن فكرة قديمة جديدة، ويعني ناقشناها كثيرا، وهي فكرة التبذير والإسراف وصرف شيء من المال في غير موضعه وغير محله. يطلب قاسم من العراقيين أن يشعروا ببعضهم البعض في وقت تنشغل عنهم الحكومة فيه، كما يرى كثيرون من النشطاء العراقيين عبر مختلف وسائل التواصل. يريد من العراقيين أن يتكاتفوا، فبدلا من صرف هذه الأموال الطائلة على المفرقعات، إعطاءها أولى، إعطاؤها إلى الفقراء في العراق. إلى المنشور الأخير. سرمد تكتب: ليش مو هاي الملايين اللي حركتوها بنص ساعة ولوثتوا جو بغداد اللي شبعان بالتلوث توزعت للأيتام والفقراء أو للمرضى؟ ذات الفكرة تكررها سرمد. أعزائنا المشاهدين، بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى تويتر. السنة الجديدة 2019 هي الهاشتاج الذي اكتسح الدنيا شرقا وغربا، طولا وعرضا، وفي العراق كان حاضرا أيضا. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج. الآن إلى الهاشتاج أو إلى التغريدة الأولى، وكتبها وليد النابه. يقول وليد: يا رب نشوف العراق عربي الهوية محرر من أتباع إيران وعملاء أمريكا. إذن هي دعوة موجهة إلى السماء من خلال هذا العراقي. ونذهب الآن وإياكم إلى تغريدة ثانية. التغريدة التالية، علي يكتب: بلد ما بتعليم، ما بفرص عمل، ما بشوارع نظيفة، ما بمستشفيات تخدمة، ما بأي معنى للخدمات، هكذا يستقبل السنة الجديدة. علي استقبل السنة الجديدة طارحا العديد من المشاكل الخدمية والمجتمعية
والاقتصادية التي يعانيها العراق على امتداد الخريطة. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبتها فاطمة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، اللهم أغث المعتقلين والنازحين وقر أعين ذوي المفقودين بعودتهم. يا الله، اللهم دمشق بغداد القدس ناصيتها بيديك. السنة الجديدة 2019، هذه الشابة تستذكر جراحات الأمة سواء في القدس أو في دمشق أو في بغداد، وتتمنى من الله أن يكون الفرج قريبا. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم، وكتبها أسامة. ما أريد الزواج ولا أريد شيء ثاني، أتمنى شغلة واحدة بهاي السنة تحقق بالعراق، هو التخلص من أعضاء مجلس البرلمان وجميع الفاسدين وبالأخص السياسيين المعمدين. هذه أمنية هذا الشاب نضعها بين أيديكم، وبعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى المقاطع المصورة. في المقطع الأول، أزمات متعددة ومتفاقمة يشهدها العراق منذ الاحتلال الأمريكي. متى ينهض العراق من أزماته؟ سؤال برسم الإجابة أعزائنا المشاهدين.
المواطنون الذين خرجوا بمختلف المحافظات على امتداد الشهور الماضية ولا يزالون يخرجون في البصرة وغيرها من المحافظات لم يخرجوا كما أشاع البعض لإشاعة الفوضى أو للتخريب في المنشآت العامة، وإنما خرجوا للمطالبة بحقوقهم، للمطالبة بإعادة الخدمات البسيطة التي ينبغي أن تكون متوفرة في أي بلد أسوة بغير العراق من مختلف دول العالم التي توفر لمواطنيها ما يحتاجون من خدمات ومتطلبات. البطالة باتساع مستمر، الفساد للأسف بتفش واتساع أكثر كما يقول الشباب العراقي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. 2018 انقضت وبدأت 2019 ولم يحصل أي شيء، فقط نداءات شعبية وشبابية تجابه بالقوة ولا مشروعات أو خدمات على الأرض. الآن ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر اخترناه لكم، وفيه جثث الموصل وضحايا جنوب العراق هي أبرز منجزات الحكومة في سنة 2018. متى يبزغ فجر التحرير أو فجر إعادة الأمل إلى العراق أو فجر دعونا نقول إنقاذ ما تبقى من الموصل وغيرها من المدن وغيرها من المحافظات على امتداد العراق طولا وعرضا؟ الشباب العراقي عبر مختلف وسائل التواصل مشاهدين الكرام لا حديث لهم إلا جثث الموصل، الدمار المنتشر في الجانب الأيمن من الموصل و الجوانب الأخرى في المدينة للأسف، وما من إنجازات حكومية تذكر. الآن إلى الإنجازات أو عفواً الانشقاقات، نذهب إلى أبرز انشقاقات الأحزاب في العراق خلال العام الماضي 2018. في حلقة هذا التواصل لهذا اليوم نجدد أمنيتنا
أعزائنا المشاهدين بأن يكون عام 2019 محملا بالخير للأمتين العربية والإسلامية بشكل عام وللعراق بشكل خاص. هذا ما نتمناه ونعيدكم بعرضه حال حدث. الأيام القادمة كفيلة بكشف حقيقة كل شيء. إلى اللقاء.